بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من ضمن الحملات الإغاثية في مناطق المرج أتينا ورافقنا هذه الحملة الإغاثية إلى منطقة دوما. كانت هذه الحملة الإغاثية لإفطار المجاهدين في الغوطة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أبو سليمان، نحن رافقنا الحملات الإغاثية في مناطق المرج وفي مناطق الغوطة الشرقية. بدنا منك بس كلمة صغيرة لهالمؤسسات والحملات الإغاثية للتعاون فيما بينهم. لاحظنا نحن عدة مؤسسات إغاثية وعدة حملات تعاونوا على عمل مشترك ليشمل بعض المناطق في الغوطة الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نشكر المؤسسات الإغاثية على جهودها ومساعيها وعملها الدؤوب في رفع المعاناة عن أهلنا المحاصرين، ونذكر أنفسنا ونذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحقيقة هذا من أعظم البر هو الأعمال الإغاثية والطبية والتعليمية وكل هذه الأعمال التي نشهدها من هذه المؤسسات. فمن باب أولى أن يكون هذا التعاون بهذا البر، وليكون هذا البر بابا للتراحم فيما بين الناس والتعاون. لذلك ندعو كل هذه المؤسسات للتعاون حقيقة والتكاملية في العمل، وكل مؤسسة تقف على ثغر من الثغور، وكل مؤسسة تقف على مهمة من المهمات، وكل مؤسسة تتناول جانب من جوانب الحياة أو منطقة من المناطق، فلا بد أن يحصل هذا التعاون ليظهر بالنهاية عملا، يظهر بالنتيجة عملا متكاملا يؤدي خدمة للناس على وجهه الأكمل. طيب، جزاكم الخير. الله يبارك.